السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتير جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة طوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وكان التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوي كمان ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن فرصه النهارده، وهي فرصه ممتازه جدا في دوله اوروبيه. الفرصه دي متاحه للجميع ومموله بشكل كامل. هي فرصة حضور مؤتمر القمة في ألمانيا، يبقى الفرصة دي فرصة حضور مؤتمر واسم المؤتمر ده مؤتمر القمة، تمام؟ الدولة المانحة ألمانيا، تمام؟ المدينة اللي هيكون فيها التدريب ده واللي هنعقد فيها المؤتمر هي مدينة ميونخ. اسم الجهة المانحة، مين اللي مقدم المنحة دي؟ اللي مقدمها هو منظمتين، شركة اسمها أسترازينيكا، تمام؟ وبالتعاون مع منظمة أخرى اسمها وان يونج وورلد، تمام؟ يعني في شراكه ما بين المؤسستين دول وتم عمل المؤتمر ده على اساسه. الدول المتاحه للتقديم بقى، جميع الدول المتاحه للتقديم، اي دوله تقدر تقدم، دوله عربيه، افريقيه، اسيويه، متاح ليهم التقديم من غير وجود اي مشكله. ملاحظه، هذا المؤتمر متاح للجميع من طلاب وخريجين واي شخص يمكنه الانضمام، يعني لو حضرتك دلوقتي بتدرس في البكالوريوس في المرحله الجامعيه تقدر تقدم، تدرس ماستر، تدرس دكتوراه تقدر تقدم، لو حضرتك متخرج وما بتدرسش خالص وبتشتغل او ما بتشتغلش، يعني هي متاحه للجميع من غير وجود اي شرط بالنسبه لعامل الدراسه. مده المؤتمر ده، المؤتمر ده مدته 6 ايام فقط، تمام؟ هيبدا من 12 حتى 17 اكتوبر 2020، تمام؟ طبعا في اشخاص ممكن تقول مده المؤتمر 6 ايام صغيره جدا، ولكن تعالى بقى بص على التمويل بتاعه، تمام؟ التمويل بتاعه مذهل صراحه، بس قبل ما نتكلم عن التمويل احب اوضح ان الفرصه دي اخر ميعاد للتقديم فيها هو 27 مارس، انا كتبته لكم في الاول عشان ميعاد انتهاء الفرصه مش بعيد، ميعاد انتهاء الفرصه يعني فاضل عليه ممكن نقول 20 يوم او حاجه، تمام؟ فلازم تاخدوا بالكم من النقطه دي كويس. تعالى بقى نتكلم عن التمويل، مموله بالكامل. اول حاجه، تذاكر السفر مجانا من بلدك الى المانيا ذهاب وعوده، يعني كل التذاكر هتكون على حساب المؤسسه. كمان هتاخد سكن فندقي طول المده اللي هي ال6 ايام، هيكون في سكن في الفندق. الفندق ده كمان هيشمل جميع الوجبات، فطار وغداء وعشاء هيبقى شامل على الفندق، تمام؟ هتشمل جميع رسوم المؤتمر، رسوم المؤتمر من حيث التسجيل، من حيث اي شيء، من حيث الادوات اللي هيتم استخدامها، كمان جميع الرسوم عليهم. هيتم اعطائك مبلغ مالي عند نهاية المؤتمر كمكافأة، يعني انت هتاخد كده لما المؤتمر ينتهي هتاخد مكافأة مالية، تمام؟ طبعا هم محددوش المبلغ كام، ولكن هيكون في مكافأة يعني. كمان هيكون في حضور ورشة تدريب ما قبل القمة، يعني قبل ما المؤتمر يحصل او ينعقد هيعملوا لك كده زي ورشة تدريب او تعريف بالمنهجية بتاعة البرنامج، تمام؟ كمان بقى بالنسبة للحاجة الممتازة جدا اللي المنحة دي ممكن تتحمل لك، يعني لو انت عايز المنحة دي هتتحمل لك تكاليف التأشيرة كمان، تمام؟ وهتسهل عليك الحصول على التأشيرة شنغن لألمانيا، يعني نوع التأشيرة اللي هتحصل عليها شنغن، تمام؟ وهتتكفل لك بالمصاريف التأشيرة، انت مش هتدفع أي حاجة بالنسبة لرسوم التأشيرة. بس بالنسبة للجزئية دي هم هيتكفلوا لك برسوم التأشيرة وتسهيل الحصول عليها، والرسوم بتاعة التأشيرة حضرتك هتاخدها بعد انتهاء المؤتمر. المنحة ذكرت ان هم هيشملوا التأشيرة وكل شيء، ولكن هتاخد الرسوم بتاعة التأشيرة، يعني مثلا انت لو دفعت مبلغ مالي فليكن دفعت $100 مثلا رسوم التأشيرة، لو اتقابلت في المؤتمر وعشان تسافر لألمانيا هتدفع $100 مثلا رسوم التأشيرة، لما المؤتمر بيخلص في الآخر $100 دي بترجع لك مرة أخرى، يعني أي رسوم هتدفعها في التأشيرة هترجع لك مرة أخرى بدون وجود أي مشكلة. كمان تكاليف التنقل بين مكان الإقامة ومكان انعقاد المؤتمر هتكون على المؤسسة، وطبعا في مميزات أخرى كتير. فتعال حضرتك بص كده للتمويل خرافي، يعني أنت مش هتدفع أي شيء خالص، أنت حضرتك تقدم ولو اتقبلت كل شيء هيكون على حساب المؤتمر من أول التأشيرة والسفر وكل شيء، تمام؟
طيب مواضيع المؤتمر، المؤتمر ده بيستهدف ايه وبيتكلم عن ايه؟ المؤتمر ده هو عن الصحة العامة، وهدفه هو إشراك الشباب وتزويدهم بالمعلومات حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صحيحة والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين الصحة في المستقبل. يعني المؤتمر ده هيتكلم عن الصحة وإزاي ممكن يعطوا معلومات للشباب اللي هيشارك في المؤتمر ده عن الصحة، وإزاي يعملوا توعية ليهم تمام ضد الأوبئة أو الأمراض وما إلى ذلك. يعني هو متاح للجميع، يعني مش شرط تكون انت مثلا تخصص طب او حاجه عشان تنضم للمؤتمر ده، هو متاح للجميع، ولكن هتكلم بصفه عامه عن الصحه. تمام. شروط المؤتمر بقى ان يكون سنك بين 18 حتى 35 سنه. تمام، ده هو الشرط الوحيد في المنحه، لازم الماكسيمم بتاع السن 35 وسنك ما يقلش عن 18 سنه. هذه الفرصه لا تحتاج شهاده لغه انجليزيه ولا لغه المانيه، يعني حضرتك مش محتاج تقدم اي شهاده لغه خالص، لا الماني ولا انجليزي. تمام. كيفية التقديم بقى في الفرصة دي، بيتم التقديم اونلاين فقط، يعني مش هتقدم بقى ورق وتروح للسفارة او اي حاجة، لا يتم التقديم اونلاين فقط. ملاحظة، احنا هنا كفريق قناة منح من كل الالوان ممكن اللي احنا نقدم لكم فيه هذه الفرصة بشكل احترافي. تمام، او حضرتك ممكن تقدم بنفسك لو انت حابب تقدم بنفسك، ممكن تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديو ده وتقدم بكل سهولة، او احنا مثلا نقدم لك بشكل احترافي ونملى لك جميع الاشياء الخاصة بابلكيشن المنح. طيب هنا بقى انا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه اللي هو بيوضح كل التفاصيل دي باللغه الانجليزيه. تمام، هتيجي تضغط على الاعلان الرسمي هيفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالمنحه، هتلاقي حضرتك كل التفاصيل هنا، كل تفاصيل البرنامج بيوفر ايه، بيقول لك ان هو كمان زي ما كنا وضحنا رسوم التاشيره عليهم كمان هتكفلوا لك بيها، ممكن تاخدها بعد البرنامج بعد ما ينتهي البرنامج. تمام، وكل بقى التكاليف موضحينها هنا اللي هي بيشملها البرنامج، وازاي ممكن تملى للبرنامج ده، واخر ميعاد للتقديم هو 27 مارس 2020، يعني كل حاجه موضحه. يعني تعال بقى نقدم للفرصه دي، ازاي ممكن نقدم ليها؟ انا حاطط لكم لينك التقديم هنا، هتيجي تضغط على كلمه قدم الان هيفتح معاك ابلكيشن التقديم بكل سهوله خالص. ابلكيشن التقديم بسيط ولكن فيه مقالات كتير ومحتاج منك تركيز. تمام، يعني هو مش مطلوب منك شهادات ولا تحط اوراق، الابلكيشن مش مطلوب منك تحط اي مستندات، لا سي في ولا ترانسكريبت ولا كشف درجات ولا شهاده تخرج ولا اي شيء، هو فقط تملا البيانات. طبعا هو في المقالات ولازم تهتم بيها. اول سيكشن مطلوب عندك اللي هو البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الشخصيه، تحط اسمك، تكتب الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، تحط بقى الايميل بتاعك ورقم التليفون وعنوانك الحالي، تحط الجندر بتاعك، الجنسيه بتاعتك، وهنا بقى على الاسئله بتاعه الابلكيشن. تمام، هنا هتلاقي كلمه اورجانيزيشن معناها المؤسسه اللي انت بتدرس فيها حاليا او اللي انت بتشتغل فيها، لو انت بتشتغل تكتب انت بتشتغل فين، لو انت بتدرس تكتب انت بتدرس في اي مؤسسه، وتكتب البوزيشن بتاعك، مثلا انا في جامعه القاهره يبقى انا مثلا طالب، انا بشتغل في شركه مثلا للالبان يبقى انا وظيفتي مثلا موظف هنا، اكتبها كده. تمام، يبقى انت بتكتب الوظيفه بتاعتك والمؤسسه اللي انت بتشتغل فيها. وهنا بقى الاسئله، بيقول لك اوصف نفسك، اتكلم عن نفسك وعن دورك الحالي في المجتمع. تمام، بيقول لك بقى ليه عايز تنضم للبرنامج، يعني هنا حضرتك هتلاقي مقالات كتير جدا. تمام، كل مقال لازم تجاوب عليه ما يعديش ال 200 كلمه. تمام، وهنا مثلا زي السؤال ده بيقول لك ايه دورك اللي انت يعني هتعمله عشان تاثر في المؤتمر ده، او ازاي هيكون ليك دور فعال في المؤتمر ده. تمام كده، يبقى كل مقال حضرتك هتقرا كل مقال من دول وتجاوب عليه. وفي الاخر هنا بيسالك على انت سمعت عن المؤسسه دي ازاي او المنحه دي ازاي، تقول له بقى سمعت عنها من صديق، من السوشيال ميديا، من يوتيوب، اي شيء، تشوف بقى انت المنحه اتعرفت عليها ازاي. وهنا طبعا بالنسبه للجزء ده اللي هو خاص بالتواصل معاك، بيقول لك ازاي ممكن نتواصل معاك، هل عايز تواصل عن طريق الايميل، يعني لو انت اتقبلت ممكن نتواصل معاك ازاي، عن طريق الايميل ولا التليفون. تمام، وبس. يعني بتيجي بقى في الاخر هنا بتلاقي كلمه ريجستر، اول ما حضرتك بتضغط على كلمه ريجستر بعد لما تملا البيانات دي كلها، طبعا تيجي تضغط على كلمه ريجستر بيقول لك انك سجلت في المنحه بنجاح، وبيقول لك بقى انتظر موعد اعلان النتيجه. هم ما حددوش موعد اعلان النتيجه بالتحديد، ولكن يعني مش هتاخد وقت طويل. الابلكيشن بسيط ولكن المقالات فيه مطلوب انها تتكتب بشكل احترافي وبشكل ممتاز جدا، وزي ما كنا وضحنا حضرتك ممكن تقدم بنفسك، تكتب المقالات دي بنفسك، او احنا كقناه منح من كل الالوان بنعرض فرصه التقديم بشكل احترافي بشكل كامل للابلكيشن. تمام، يبقى الفرصه ممتازه جدا، وضحنا كل التفاصيل بتاعتها والتمويل كامل فيها، مش هتدفع اي حاجه خالص، فلو مهتمين بيها يا ريت تقدموا، لان اخر ميعاد للتقديم هو 27 مارس 2020.
وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.